Now you can come again. Okay, thank you, thank you. Qu'est-ce qu'il y a, ça va à la maison? صباح الخير. أهلا يا زكي. اتفضل تعالى اقعد وما فاهمك لازم تعمل ايه. أنا فاهم كل حاجة حضرتك ومجهز نفسي تمام. يا سلام. طبعا يا محمد ما تخافش. سيادتك أنا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت إنها فيلا واطية. سور الفيلا واطي يعني فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا أهو في الركان وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك. يا ابني أنا مش جايبك تحرس الفيلا. يبقى المصنع. بالنسبة للمصنع أنت سيادتك كده بالنسبة للمصنع حضرتك إحنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي بس سلك الشايك خليه هنحتاجه. يا ابني ولا المصنع. يبقى مفيش حضرتك غير العربية. سيادتك أنا مش بتاع عربيات. العربية دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبورة وغطا جلد من الوكالة وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلوي هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط بعد إذنك. استنى عندك أنت إيه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصة أشرح لك أنا عايز إيه. أنا عايزك تحرس أولادي. أولادك؟ دول تجيب لهم حارس فلبيني. يا ابني أرجوك اسمعني. هقدم لكم زكي البودي جارد. ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان. بعد اذنك. شيرين بنتي وعمر ابني. واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير. واضح ان رباط جزمتك مفكوك. انت كنت مستعجل ولا حاجه؟ أساساً مش بعرف أربط رباط الجزمة. أساساً. طيب مش كنت تقول كده؟ أنا رايح النادي. يلا يا عمر. الحق معهم يا زكي معهم. طبعا. اسمع. ها. شيرين تبقى معاها لحظة بلحظة. أنت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي الله. طيب بالنسبة لعمر أسيبه يتوه عادي؟ وعمر كمان يا زكي ارجوك اتفضل. طيب. طمن حضرتك انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم. انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم بقى يا اخي. يلا يلا الحق الولاد. طمن. ثانيه واحده. في ايه؟ ثانيه واحده. عربيتك دي ها؟ عربيتي. انت بتعمل ايه؟ مفيش بس اجراءات امنيه كده. كوتش ده عايز يتزود. حاسب. ايه ده؟ في حاجه اتفجرت؟ ده ريموت العربيه. ريموت العربيه؟ ريموت؟ هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه؟ ابعد ايدك عني. انت اهبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟ ايه ده؟ اوه الحمد لله مفيش اصابات. بس ثانيه واحده. ثانيه انا بعد اذنك فين المفاتيح؟ انت هتعمل ايه؟ مش ده كرسي السواق؟ حسوق. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خاله هبل؟ لا عمتي كانت سمينه شويه. والله؟ طب اركب ورا. يلا اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي هسوق. يلا يا عمر. انا اللي هسوق. طب دوسي دبرياش جامد بقى لو انت اللي هتسوق. صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه. زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي. زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي. ربنا يستر. خصمك. ايه اللي تسوق دي؟ ايه؟ انت بتطفي الكاسيت ليه؟ عشان الاغنيه دي مليانه رقص وبعدين احنا معانا طفل صغير. لو سمحت خليك في حالك ما تطفيش ايدك على الكاسيت. طب بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسيه تنقل الفتيس. الفتيس؟ افضل عظمتك. انا اقصد العربيه مش الغساله. عمر الموبايل. ثانية واحدة. ايه ده؟ ركزي ثانية واحدة. 012 012 012. هات الموبايل. انت تعرفي حد في الهرم؟ بقول لك هات الموبايل. الو؟ رد رد يا حيوان. ايه اللي رد يا حيوان يا ابن الحيوان. عاجبك كده؟ انزل بقى اضرب الحيوان ده اللي خبطك. ما بلاش. بقول لك انزل. حاضر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. انزل. ايه؟ زلي هنا. زلي. ايه؟ انزل. ايه في ايه؟
في الرخص. رخص؟ رخص ليه؟ معيش رخص. وكمان راكب من غير رخص؟ عشان رخص ليه؟ ما هو مش انا اللي سايق. ما انا عارف ان مش انت اللي سايق. طب السواق ومشغول بالسواقه، ها؟ مش تاخد بالك انت من الطريق؟ يعني الراجل هياخد باله من السواقه ولا من الطريق؟ يا عم ولا مال انا؟ ما انا كنت واخد بالي من الاجره، وبعدين انا اول مره ركبت تكوسه، ولو اعرف ان هجيلي كده في التكوسه ما كنتش ركبت تكوسه. خلاص جت سليمه. اما هي اول مره تركب تكوسه؟ ماشي ليه وسط العربيات؟ الله جدع، ده مجنون ولا ايه؟ مش تمشي في حته فاضيه. اش ايه؟ ايه اللي اش؟ يا عم خلصنا، سديت الطريق ووقفته. خلصنا يا اخي. مره ما راكب زمان بتعرف تسوق، ها؟ هربت. يلا يا جماعه وصلنا، اتفضلوا. الظاهر ان مفيش حد جوه. يا سيد، مهما حكيت لك ووصفت لك مش هتصدقني. ايه الناس دي؟ ناس هايله 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 فوق الوصف. لا وخصوصا بقى بنتهم. النهارده قعدت تتحايل عليا ساعه. طب خش شويه يا زكي اقعد، معقوله هتمشي كده على طول؟ طب خش كل لقمه وامشي. بلاء طبات معانا النهارده. بس انا برضو يعني استكبرت الموضوع. ف يا راجل للدرجه دي؟ امال انا بنتش عليك ولا ايه يا سيد؟ الله، وبعدين انا برضو ما رضيتش اتكب كده من اولها زي الجردل. انا قلت برضو الواحد ايه ياخدها سنه سنه كده. انت عارف انا بحب دايما يبقى لي حكايه الشخصيه. والبنت دي حلوه بقى؟ بص هي زي القبر. لا وعندها حته اخ صغير بقى. ايه العسل ده؟ ايه السكر ده؟ حبني من اول ما شافني. تخيل حضنه واحضانه وبوسه وتبهدلني الواد الصغير. طب زكي، انت مش شايف ان الشغلانه دي صعبه شويه؟ دي صعبه وخطر وكلها بلاوي سودا وكوارث. زكي، انا عجبتني حكايه البودي جارد دي وعايز ابقى بودي جارد. بودي جارد؟ انت عايز تبقى بودي جارد؟ انت مش شايف جسمك عامل ازاي يا ابني؟ ماله؟ ماله ايه بس؟ اصل البودي جارد ده لازم يبقى له مواصفات خاصه، يعني لازم يبقى طول، عرض. زي كده. انا عارفك بص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. وبعدين انت فين الستر؟ لازم تبقى فيه ستر. انت بتلبس فانيلا بحمالات حماله واحده. انت على طول كده زكي مهبطني. يعني اخدعك يا سيد. وبعدين انت قوي الشتيمه. لا في دي عندك حق. لا طب شفت بص يا اخي هقول لك انا حاجه يا سيد. بص ما بلاش الشارع ده يا زكي. عيب، انت دلوقتي ماشي مع بودي جارد. خد توفي خد توفي. يعني اطمن يا زكي. يلا يا سيد. اهلا. قطع مسا على الكباتين. بسم النبي حارسك وسينك وضمنك يا تعم يا نايتي. بس باش كان فاضي، ده كان زمان. يا فضحتي، خبط يا بابا قبل ما تدخل. اتخضيت يا اخويا، في ايه؟ انت فاهم يا قد اللي عملته ده بتروي دراعي؟ ليه يا بابا؟ هي كلمه، يا تسيب الوظيفه دي وتمشي يا مش انا. طب ما تمشي انت يا بابا. لا ده انت قليل ادب. تعالى عشان يا بابا هموت. مش بدل ما اموت انا. انت لسه شفت حاجه؟ انا هوريك. انت لسه شفت حاجه؟ اوعى ساعدني. ساعدني بس يا بابا، ساعدني. انت محسسني ان انت مش ابنك على فكره. قلت ايه؟ انا محسسني ان انت مش ابنك، ان انت مش ضنايا. انا مش يعني مين ابن مين؟ انت ترضى باباك يعمل فيك كده؟ والله لو بعمل اللي انت بتعمله يعمل يا سيدي. اهلا وسهلا. يعني بحبك على فكره. بحبك ليه؟ حبني. بص بحبك ازاي؟ شوف دي سايبه ازاي. ده انت كده ناوي تشيلني. وريني. انا غلطان. ايوه انت بتعمل بلوفر. ايوه بعمل بلوفر. انا رايح تعمل لي تحميه. بص انا ماشي وخليك زي ما انت كده. امال ايه يا ابو زيك؟ يبقى وريني عن اذنك. ايه ده؟ ده رطيس. Thank you.
ايه عملت ايه؟ انت بوظت الباب. هو انا المفروض انشن على البتاع المدوره دي؟ طبعا. طب ما تزعقش كده. ايه السيف ده يعني؟ خلاص خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه سيف وكده؟ بقولك ايه، هتعملي لي فيها زينه؟ انا هركليز. ها ايه رايك ادب السيف ده في زورك يطلع من ظهرك؟ من زوري يطلع من ظهري؟ بالطول يعني؟ لا بالبوز. بص إيه؟ انا ممكن اعمل فيك عمايل سودا. ما انا بحب الغوانة، ما عنديش مشكله. وصحيك بقى على كوابيس بالليل. انا برضو ما بنامش بالليل، انا بنام الظهر والله. ايه اللي بتعمليه ده؟ هو كده افترى. عايز تخرج معايا؟ تسمع كلامي. حاضر. وتمشي بمزاجي. حاضر. انت مجنون. بقول لك ايه، انا ما بحبش المشاكل. ها امال اللي انت عاملاه ده كله ايه؟ شاي بنعناع؟ هتسمع كلامي ولا لا؟ حاضر حاضر حاضر. يلا اطلع هات لي الموبايل عشان نسيته. كل الفيلم ده عشان اجيب الموبايل؟ طب كنت تقولي من الاول. ايه ده؟ فين الموبايل ده؟ فين الموبايل؟ فين الموبايل؟ انت فين الموبايل؟ خوريا! صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. انا جاي اطمن عليك. اخبارك ايه؟ ايه بقى، ممكن اقعد معاك شويه؟ لا. ماشي ماشي شكرا، انا كنت متاكد انك مش هتمانع برضه. ممكن العب معاك؟ لا انا بحب العب لوحدي. طب خد بالك من الجو ده. بص في واحد جاي من ورا اهو. دوس اكس دوس اكس. دوس ادي بضربت اهو. بص لا بص اللعبه دي بقى، اللعبه دي ما تتلعبش كده. بص يلا هات ماتش جديد بقى. مش عايز ماتش جديد. يبقى انت خايف لا تتغلب. طب ايه رايك لو غلبتني انا ممكن اديك دي؟ ماشي. طيب ولو انا غلبتك اخد ايه؟ دي. دي انت كنت بتحلق ولا ايه؟ اعمل بيها ايه دي؟ ماشي مفيش مانع العب. تلعب تاني ولا ايه؟ ماشي ده انا هقشطك. ايه يا حبيبي خلاص انا قربت من النادي اهو. لا معلش ما مش هينفع اجي بقى. لا اصل لازم انزل الشركه حالا دلوقتي. طب هتخلص امتى؟ لا مش عارف. لا بس اكيد مش دلوقتي خالص. طب انت هتعملي ايه دلوقتي؟ هتروحي ولا تروحي النادي؟ لا هروح. باي باي. يا ساتر نفسي ابويا بطل العصبيه اللي هو فيها دي. تصدق بابايا برضو عصبي قوي، ولو عارف ان انا هنا هيزعق لي جامد موت. يا نهار اسود هيزعق لك موت؟ لا انا ابويا مش للدرجه دي يعني. ده لو ابويا عارف ان انا وانت هنا لوحدينا هيجري. بس انت حمار في الكرة على فكرة. وانت جزمة في العربيات. قوم بقى سيبني انا عايز اقعد لوحدي شوية. دي قلت انت زعلان عشان اتغلبت؟ ما تقولش اتغلبت. ما عندكش حاجة طيب لماجينزر ولا لسلو وايت؟ عنديش. طب هات هدومي هات هدومي هات هدومي ونضارتي هتشوف ايه؟ مين الكلب اللي مصور معاك في الصورة ده؟ اخوك؟ لا ده كلبي. ده بلدي طبعا. لا ده لابرادور. اجنبي يعني وبيدرس بره ولا ايه؟ لا بابا ضربه بالنار. ليه؟ سرق حاجه؟ لا كان عيان. يا نهار اسود هو اللي بيعي عندكم هنا بتضربوه بالنار؟ ما بحبش حد يتطلع على الكلب بتاعي. ايه ده؟ طيب هو الكلب ده يعني سيادته كان اسمه ايه؟ ك
كيتوس. كيتوس؟ يا راجل ده بركة انه اتقتل. ربنا يسامحه. عمر، ممكن اسألك سؤال طيب؟ هو انت ما عندكش اصحاب؟ واضح ان انت ما كانش ليك حد غير الكلب ده. طيب ايه ده؟ عمر انت بتعيط؟ ها؟ ايه ده؟ طب انا اسف، ما هو انا ما اقصدش ان انا ازعلك يعني انا اسف. انا لو اعرف ان الموضوع كان هيضايقك كده والمصحف الشريف ما كنت اتريقت عليه يعني.